هدر الأموال. فهي صرفت في غير تخصصها، على سبيل المثال دفعت 456 ألف دينار تعويضات عن إصابات العمل، على الرغم أنها غير مختصة والتأمينات الاجتماعية هي المختصة في هاي التعويضات. دفعت أيضا تكاليف علاج شخص من غير موظفين الهيئة، وهو زوج أو زوجة أحد الموظفين. يعني في أمثلة كثيرة، منح إجازات بالمزاج، مدفوعة الأجر لمدة 3 سنوات للتفرغ للدراسة. هاي مثل أمثلة من المخالفات اللي لها تبعات مالية مباشرة. الهيئة نفسها تجاوزت سقف المعتمد لعدد ساعات العمل الإضافي بالرغم من رفع تلك الأسقف بشكل سنوي لأكثر من 126 ألف ساعة بمبالغ تتجاوز لمدة سنتين 698 ألف دينار. يعني احنا مو جايين نقول ان هيئة الكهرباء لا تدفع اوفر تايم وخلى الناس تقعد في بيوتها بدون كهرباء، يعني هاي من الخدمات اللي جدا مهمة للناس، ولكن يجب ان يكون الرقم واقعي وصحيح، ومو ان 47% من الموظفين يحصلون على الاوفر تايم. واضح ان هذا توزيع اكثر من ما هو عمل فعلي، ولو احد من النواب يقدم سؤال ويطلب الكشوفات بتكون كشوفات فاضيه وما فيها تفاصيل. النوع الثاني هي مخالفات متعلقه بسوء التنفيذ او عدم تنفيذ المطلوب، لها توابع ماليه لها تاثير مباشر على الموازنه. على سبيل المثال عدم قيام الشركه القابضه للنفط والغاز بتوريد العوائد المستحقه للدوله والبالغه 56 مليون دينار وفقا للميزانيه. يعني الدوله او هذه عدم القيام بهذا يعني الواجب القانوني بتوريد هاي المبالغ للدوله يقلل السيوله الماليه عند الدوله واللي تخليها تستدين عشان تغطيها، بينما تنفيذ القانون بيحسن شوي ويقوي الميزانيه. مثال آخر، تأخر وزارة المالية في تسديد مستحقات لشركة أرامكو مقابل مشتريات الدولة من النفط الخام الذي ترتب عليه تحمل الدولة مبلغ 722 ألف دينار كفوائد عن التأخر في دفع الاستحقاقات في ميعادها. أعتقد هاي شيء جذري في الدولة، يمكن لو أغلب المقاولين والمؤسسات للتعامل هي الدولة يكون في عقودها شروط جزائية بنفس الطريقة كان تكبدنا مبالغ جدا كبيرة، والحل جدا سهل هو الدفع في الميعاد حسب الاتفاق. ليش نخسر 722 ألف دينار بدون معنى؟ النوع الثالث هي مخالفات متعلقة بسوء التنفيذ لها توابع مالية أو خدمية مباشرة على المواطنين. على سبيل المثال مخالفات لدى إدارة شؤون القاصرين تمثلت في وجود 239 تركة لم يتم تسجيل فرائضها الشرعية، وجود أراضي غير مخططة في مختلف المناطق المملكة تبلغ مساحتها 2000 هكتار، بالإضافة إلى وجود العديد من الأراضي التي لا تزال مصنفة كمناطق تحت الدراسة تبلغ مساحتها 1000 هكتار. هاي نوع من المخالفات أو الأشياء الجهات الحكومية ما قاعدة تنفذها وقاعدة تضر المواطن مباشرة. يعني عندنا أزمة سكن كبيرة في البلد، عندنا صعوبة عند الشباب في الحصول على مسكن، بينما يتم احتكار هذه الأراضي لتنفيع أكيد جهات معينة ومستثمرين عقاريين معينين على حساب أغلب الناس. التصنيف الرابع هي ملاحظات مبنية على تحليل ميزانية الدولة والمؤسسات التابعة لها والتنبيه لمخاوف متوقعة حتى دون وجود مخالفات. يعني هاي ما فيها مخالفات ولكن الديوان يحلل الميزانية وينبه، وهي يعني ذات خطورة عالية على الاقتصاد الوطني. طبعا السيد ذكر، يعني ما ابي اكرر، بس
ازدياد العجز بين إيرادات مصروفات الدولة بشكل كبير بلغ 1.6 مليار دينار في 2016 مقارنة 227 مليون دينار في عام 2012. الارتفاع في مستوى الدين العام، ارتفاع فوائد القروض المسددة من 150 مليون في 2012 إلى 362 مليون دينار. ينبه أيضا إلى ارتفاع قيمة العجز الاكتواري في صندوق التأمين أو في التأمينات الاجتماعية في الصندوقين الخاص والعام. وبالمناسبة يعني ارتفع العجز إلى 10.9 مليار دينار في 31 ديسمبر 2017. احنا اليوم نقترب من نهاية السنة، و يعني توقع انه يفوق 12 مليار بوتيرة التصاعد العجز اللي موجود. في نقطة بعد ابي اشير لها هني، ان جانب الشفافية، التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال لسنوات عديدة تنشر ما تنشر كل التقرير المالي، تنشر فقط 3 صفحات اللي فيها الستيتمنتس الأساسية في التقرير المالي بدون الملاحظات، وهي جزء أساسي من التقرير المالي. ولكنها بدأت قبل يمكن 3 سنوات فقط تنشر جزء فقط من هذه الملاحظات، وهذا الجزء اللي تنشره عشان يشمل الجزء اللي له علاقة بالعجز. يعني الدولة كانت تدري بالعجز لسنوات، العجز الاكتواري، لكنها كانت تخفيه وكان صغير. الحين لما كبر العجز وبدت تبي تستخدم العجز عشان تنتقص من يعني البنفيتس، خلينا نقول الامتيازات اللي للمتقاعدين للمواطنين المشتركين، فهني بدت تراوي العجز. هذا يعني نرجع إلى نفس النقطة وهي شفافية. أو الباب الخامس أو التصنيف الخامس هي ملاحظات حول تجاوز المصروفات وعدم اتباع الأسس المحاسبية، وهو هدر للأموال وتجاوز للقانون أيضا. على سبيل يعني من ملاحظات تجاوز المصروفات الفعلية أو تجاوزت المصروفات الفعلية ميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية لعام 2016. أيضا تدني صرف نسبة صرف بعض الوزارات والجهات الحكومية من ميزانية مشاريعها لعام 2016. المشاريع نفس ما ذكرها بعد السيد، إذا كانت الوزارات ما تصرف كل ميزانية المشاريع، فهذا معناته أن الميزانية العامة للدولة أساسا متضخمة بشكل غير حقيقي وما بيستفيدون منها. على هذا الأساس يفترض أن يعني الاقتراض اللي تم يعني اقتراضه مليار ونص لكل سنة وبعدين ما تصرفها. السؤال الأول، ليش الاقتراض بهذا الحجم مع أن الفوائد على الاقتراض وصلت 19% الانترست إلى الجهات المقرضة حسب التقرير؟ وأيضا بعدين نتساءل وين تروح هاي الفلوس لما تقترض وما تصرف، وين تروح؟ المال اللي كل سنة اللي بعدها بعد يتم الاقتراض بنفس الوثيرة. أعتقد هاي الشيء ما شفته أشار للتقرير وجدير بالبحث. النوع السادس هي المخالفات الإدارية التنظيمية، وهي يعني تبعاتها تعيق الإدارة السليمة وتنافي مبادئ الحوكمة. على سبيل المثال، تكليف وزير المواصلات والاتصالات، وهو الوزير المسؤول عن التنظيم والإشراف والرقابة على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة، هو نفسه عضو مجلس إدارة شركة طيران الخليج، فهو يشرف على نفسه ويراقب نفسه، وهذه ضد مبادئ الحكومة والمبادئ الإدارة السليمة. أيضا هناك مجموعة من الجهات اللي تفتقر إلى وجود دليل إجراءات، وهذا يعني غير أنه مخالف، هو يعيق عملية التدقيق، لأن أي مدقق يحتاج أن يشوف الدليل على أساس يقارنه بالتزام
الشركات أو الجهات بهذا الدليل، بعدين يقدر يقيمهم. فهناك جهات أيضا لا يوجد عندها هذا الدليل. دي بعض الملاحظات يعني الختامية ثلاث. أعتقد أن يعني هناك خلل في تحديد بشكل واضح للجهة المسؤولة عن تحويل القضايا إلى النيابة العامة، القضايا اللي فيها شبهات جنائية. كل الجهات تتلاقفها وما في أحد. وأعتقد من غير المقبول الاكتفاء بتشكيل الحكومة للجنة الوزارية التي تدرس تقرير وتحيل إلى النيابة العامة المخالفات. يعني بمعنى أو بآخر هي الحكومة نفسها مسؤولة عن المخالفات، وهي نفسها من يحيل إلى النيابة. يجب أن تكون الصلاحية بشكل واضح في يد الجهات الرقابية، كديوان رقابة نفسه ومجلس النواب، دون الانتقاص من حق الحكومة في ذلك. يعني جيد أن يكون لدى الجهة التنفيذية وصاحبة المخالفات الحق في أنه تحويل إلى النيابة العامة، ولكن يجب أن يكون بشكل واضح لدى الجهات الرقابية. أعتقد أن من الواجب تشكيل لجنة نيابية دائمة تصنف المخالفات وتنظر فيها وتقترح أوجه المسائلة الإدارية والسياسية ولجان التحقيق والاستجواب وطرح الثقة، كل حسب حجم المخالفات. ويعني أعتقد أن على الديوان إصدار جدول أو معنى داشبورد يظهر تقادم المخالفات ومدى قيام الجهات الحكومية بإصلاحها. يعني في ختام هاي المداخلة، يعني أتساءل ما هي القضايا أو التصنيفات الأكثر أهمية في رأيكم؟ أعتقد